بيتزا لسان الغنم. هسه يمكن بعض بلاد لهم شيء غريب، بس احنا هناك بالاهواز على طول يعني كنا ناكله في المطعم طبعا غالبا. لذيذ، يمكن لازم تجربون بالبيت. هذا بيتزا وايد لذيذ. مرحبا جميعا، كل عام وانتم بألف خير. اليوم راح نسوي بيتزا، بيتزا اللسان مثل ما قلت. هذا البيتزا غالبا يتسوى يعني بلسان العجل، خلينا نقول انا سويته بلسان الغنم. طبعا يرجع على اذواقكم، اللي عندكم بكم تسوونه الاثنين يصير لذيذ. قبلها اكيد لازم نطبخ اللسان علشان الزفره والريحه تروح، وتشيلون القشر اللي موجود على اللسان. طبعا انا نسيت اصور من طبخته. خليت البهارات حسب الذوق، خليت راس الحانوت بهار المغربي الرائع اللذيذ، فانتوا خلوا بهاراتكم حسب اذواقكم. اذا تريدون وصفه عجينه البيتزا عندي فيديو ثاني باسم بيتزا صنع المنزل، هناك بكم تشوفون بالضبط شلون تسوون العجينه. الشيء اللي غالبا يلذذ البيتزا هو الجبن، يعني كثروا بالجبن، فكل طبقه من خضار اللي تخلون لازم يجي طبقه جبن عليه، والفطر اكيد يعني ماكو غنى عنه، وحتى الزيتون على فكره. فمثل ما قلت احنا بالاحواز عندنا يعني هناك مطاعم خاصه، او خلينا نقول هسه البيتزارية عندنا بيتزا اللسان، فتقريبا بهالطريقه يتسوى. يعني هسه يمكن في شغلات انا كثرت او نقصت، ما اعتقد هناك يخلون زيتون، انا خلي حسب ذوقي اكيد. ولا تنسون جبن الموزاريلا، طبعا احنا بالاهواز نسميه جبن المحلي، واذا نسال الايطالي يقول الموزاريلا مو جبن، العاده هو شنو بالله. فالبيتزا غالبا يحتاج فرم درجة حرارة عالية وبس ربع ساعة، وبالأخير أنا رشيت عليه جرجير، يعني جدا لذيذ النكهة. الأطفال أول مرة كانوا يأكلونه بس جدا حبوا، فإذا حصلتوا على لسان العجل أو الغنم أكيد تجربوا تسوون البيتزا. روما بيتزا هلا هلا، روما بيتزا هلا هلا، روما بيتزا هلا هلا.